محمد من الرياض، تفضل بالسؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول الشيخ عندي سؤالين. الأول، الوالدة حج وعند رمي الجمرات يوم العيد تقول كانت ترمي من بعيد، فما تدري هل وصلت الرمية للمكان المطلوب ولا لا؟ طيب، ما تدري. الوالدة عند الجمرات ترمي لكن غير متأكدة هي وصلت الشخص أو لا. إذا لم تتأكد أو يغلب على ظنها أنها وصلت الشخص هي غير صحيح، رميها غير صحيح، يجب عليها فدية بدل الرمي، تذبح فدية في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم.